حياكم الله شباب، هلا بكم. اليوم ضيفي الكابتن نسيم ناظم كامل، المدرب. أنت مدرب سابق؟ لاعب سابق يعني لا، مدرب ومدرب مدرب سابق. اي نعم، مدرب سابق. زين. لا أقصد يعني لازلت مستمر بهاي المهنة ولا تركت؟ لا 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 لا، هو الموضوع وين؟ الموضوع انه احنا لازم نتدرج. يعني اكو ناس هو عشق التدريب يبقى بالتدريب، اكو لا يتدرج. يعني حالي حال كثير من النجوم في دول العالم، اللي يتدرج، اللي يلزم مؤسسة رياضية يصير مدير رياضي دولي، اللي يصير سفير على النادي مالته ويقوم يسوق لدول العالم، اللي يدخل في مجال الاستثمار الرياضي وهكذا، اللي يدخل في مجال التحليل. فأنا بالنسبة لي انتقلت من التدريب إلى الاستثمار الرياضي، التسويق الرياضي، إلى المدير الرياضي الدولي لأنه يحتاج لنا ترخيص فيه، إلى سفير رياضي دولي، إلى محلل. نعم. فهذا كله نضيفه إنه يعني كاستثمار بنفسنا. يعني احنا خلينا نعتبر نفسنا كخبراء رياضيين حتى نقدر نتواصل اكثر ويا التطور اللي حاصل بدول العالم. خير ان شاء الله شباب. انا بس اتمنى من عندكم شوية تنتظرون عليه، تشيروا للبث حتى نبلش موضوعنا. اليوم عندنا موضوع كلش مهم. انا صوتي واضح عندك؟ جدا واضح تمام. حتى اليوم صوتي ان شلونه؟ شاء الله نحكي. لا صوتك كلش كلش حلو، منور الشاشة انت الله وصوتك. يسلمك، نورك يا غالي، نورك استرد. موضوعنا اليوم نحكي عن ان شاء الله خاصة يهم الشباب، هذا الموضوع اللي هو تسويق اللاعبين العراقيين إلى أوروبا، ونحكي شوية بتفاصيله وأسراره مع المدير الرياضي الدولي الكابتن نسيم ناظم كامل، اللي عنده سي في صراحة وسيرة ذاتية يعني جدا مبهرة لأي شاب عراقي. ممكن إنه شوية هيك يطلع على شغل الكابتن نسيم راح يشوف إنه هو يعني رجال تعبان على نفسه، فاشتغل بكثير مجالات تدريب، هو لاعب سابق، اشتغل بالإدارة بمجال الرياضة، هذه بعد هو بهواي تفاصيل ومناصب وكلها هذه، خاصة انه اشتغل همتين محلل كروي. فاليوم واني دا اتابع الكابتن نسيم صراحة أشعر بفخر. أنا ما هو موجود، أنا أشوفه يطلع الفضائيات ومقابلات وكذا، بس بصراحة ما أحس إلى تأثير حقيقي داخل العراق. هو كل شغله برا. في اليوم راح أتعرف أنا وياكم على شغل الكابتن نسيم بالبداية، حتى بعدها نبلش بموضوعنا. كابتن نسيم، أعطينا صورة للي ما يعرفك. أنا بالنسبة لي أعرفك ومتابعك من زمان، علاقتنا طيبة، لكن للي ما يعرفك انطينا هويتك وعرفنا بشغلك، وعلى مود نبلش لان يعني عندنا موضوع اليوم كلش مهم. تفضل. اهم شيء انه احنا عندنا وقت كافي لو لا، لانه موضوعنا ترى طويل. انا عندي وقت بس انت، انا وراك، انا ما عنديش. تمام. اولا اشكرك على هذا الكلام الطيب، وهذا يدل على اصلك وعلى مهنيتك واحترافيتك. وانت تعرف رايي بيك من زمان، من قبل 3 سنوات تقريبا. انا يمكن الله اول يعزك. الناس اللي شجعتك ودعمتك عن بعد، وخلي صحيح. يسمعون الجميع المتابعيك انه ما نتواصل يمكن بالسنتين مرة. صح. بس رغم هذا انه انا كلش معجب بعملك وداعم لك من زمان، لانه هذا سر من اسرار نجاح العملية يعني، او النادي الرياضي او المؤسسة الرياضية لابد يكون بها شخصيات مثل حضرتك. فاحنا ندعمكم الله يسلمك. من بعيد او من قريب ونشجعكم على هذا الاداء بصراحة، او على هذا المنجز اللي انا اعتبره من أبسط الأشياء اللي أنتم قدرتوا تنقلوها إلى كل العراق وإلى كل الشباب وإلى كل البيوت. فأحييك على هذا الشيء. الله يعزك، الله يوفقك. شو تعريفي عني؟ إنه أنا يعني حالي حال كل العراقيين، اللي أهلنا هاجروا بالتسعينات إلى أوروبا، استقرينا وكنت لاعب. بس تعرف الفترة اللي قبل 2003 كنا مهتمين اكثر انه احنا نكمل دراسه اكثر من ممارسه كره القدم. فأنا بالنسبه لي لاعب سابق بالدرجه الثانيه بالسويد وبالنرويج،
لعبت ايضا في احد الانديه في ملقا في اسبانيا درجه ثانيه سنه ال 97 98. تدرجت بعدين، تركت اللعب كلاعب بوقت مبكر بسبب ارجع واقول الدراسه. اتجهت الى التدريب، خلصت الكورسات التدريبيه. يمكن اللي يميزني عن غيري من اللي يشتغلون بهذا المجال الرياضي انه انا قدرت استثمر بنفسي بالطريقه الصحيحه، واريد من كل الشباب اللي دي يتابعوك انه يسوون شير لهذا الفيديو لسبب واحد فقط، حتى يتعلمون ولو شيء بسيط عن شلون الانسان يستثمر بنفسه. راح اذكر هذه النقطه المهمه. انا بديت اسافر مع وفود رسميه رياضيه او بصوره شخصيه للانديه الكبيره اللي هي بريطانيا مثل تشيلسي، توتنهام، برايتون، ايفرتون، مانشستر يونايتد، وادخل في نعم. اكاديمياتها وادخل في مؤسساتها واخذ الدبلومات من عندها لسبب واحد فقط، حتى اطور نفسي. مو انه انا انقل مثلا دا اسوق لنفسي بطريقه يعني اريد اوصل لهدف او لعمل معين، عكس مثلا اللي يعني بعض الاخوان الرياضيين يسوي له فقره بسيطه جدا ويا نادي او ويا مؤسسه رياضيه يحاول يحرق الاجواء بها. هذا الموضوع اريد الشباب كلها تركز عليه، انه انت اي شيء تسويه لازم يكون اولا تطويري الك قبل لا يكون لغيرك. من انت تطور نفسك راح تقدر تطور غيرك. فبعد ما خلصت من بريطانيا واخذت الدبلومات من كل هاي الانديه اللي انا ذكرتها، هي لها علاقه بالتدريب، بالاداره الرياضيه، بالتطوير الاكاديميات، وبتطوير كل الجانب الرياضي من الرقم واحد للرقم الف. واعتبر نفسي سعيد حظ بصراحه اني قدرت اتواجد بهاي الانديه الكبيره. انتقلنا بعدين الى المانيا، باير ليفركوزن، منشن جلادباخ، جامعه كولن للتربيه الرياضيه، حتى نقدر نعرف الاسرار والخفايا لصناعه اللاعب والمدرب والمدير الرياضي والمدير الفني والمحلل وكل هذه الامور. وارجع واقول نعم. الغرض، هسه يمكن اكو بعض الناس يقولون ليش انت هل قد انتقلت واخذت بهذه الدول هذه الكورسات وهذه الدبلومات؟ ارجع واقول بالاول بالاخير هذا الموضوع الي، حتى اقدر انا اكون مقنع لإلك ولاي شخصيه ثانيه، لاي شاب، لابد انه انا اطور نفسي اولا. هذا نعم. موضوع انا دائما اكرره. خلصنا من المانيا، رحنا الى ايطاليا بنادي اي سي ميلان، اخذت دبلوم من عنده واخذنا معايشات تطويريه عنده. دخلنا لكل الخفايا والاسرار، عرفنا موضوع تسويق اللاعب، موضوع تسويق المدرب، موضوع تطوير اللاعب، تطوير المدرب، تطوير الإداري، تطوير المدير الرياضي الدولي، شنو يعني المدير الرياضي الدولي. بعد ما خلصنا من إيطاليا انتقلنا إلى هولندا، أياكس أمستردام الهولندي. خلصنا من أياكس أمستردام الهولندي اتجهت إلى إسبانيا، بس أنا نعم بدايتي كانت من النرويج، النرويج زين والسويد كابتن، وبريطانيا ألمانيا. هذول الكورسات اشتغلتهم بصفتك شنو؟ أنا معايشتك أخذتهم مع هاي الفرق، مدرب، هذه محلل، مدير دار؟ لا هذا ندخل إحنا، أكو بعض الأندية لمدة أسبوع تعطيك معايشة لمدة أسبوع مثلا في التحليل، وبعض الأندية دخلناها في تطوير الأكاديميات، وبعدها دخلناها في تطوير اللاعبين، وبعضها دخلناها وهكذا. أكو بعض الأندية لمدة أسبوعين، وبعض الأندية شهر وهكذا، عرفت شلون؟ نعم فأنا أخذت الموضوع شامل، لذلك راح أجيك على الملخص النهائي. هذا كله أنا ليش سويته؟ هذا كله أي ليش سويته؟ ليش سويته حتى أجي أستقر في إسبانيا وأحصل على المدير الرياضي الدولي ترخيص، هذا رسمي ينطوك هوية بي. نعم هذا تدخل أيضا كورس لمدة سنتين وتحصل عليه. وحصلت أيضا على يعني مدير رياضي دولي، زادا محلل برخصة رسمية، زادا سفير رياضي عن أحد الأندية اللي موجودة في إسبانيا، حتى أقدر أشتغل بالاستثمار الرياضي وياهم خارج إسبانيا في التسويق الرياضي وفي التطوير الرياضي. لذلك أكو هواية ما يعرفون شنو معنى، لأن هاي صفة قليلة أو شبه ما موجودة بأغلب الدول العربية، شنو يعني مدير رياضي دولي.
أنا طلعت مرة بلقاء في بغداد وذكرت إنه المدير الرياضي الدولي هو تجي أهميته بعد مالك النادي أو المستثمر أو مدير النادي. نعم ليش إذا أنت أو بعض الإخوان يعرفون يعني إنه مرات من يذكرون شركة نادي مثلا العين الإماراتية أو شركة نادي الوحدة أو شركة نادي الهلال السعودي خرجت وإجت شركة جديدة، هذه الشركة هو المدير الرياضي يكون مسؤول عليها، اللي يكون مسؤول على كل المدربين واللاعبين والمحاسب. أنت تعرف النادي لازم يكون بمحاسب ضريبي، يكون بمحامي، يكون بكذا، يكون بكذا. فالمدير الرياضي الدولي هو اللي ينجح عمل أي نادي أو أي مؤسسة رياضية. فباختصار نعم يعني باختصار كل اللي سويته أنا هو من أجل أن أطور نفسي في هذا المجال، وحصلت على الترخيص الرسمي من إسبانيا، ويمكن أكون أنا العراقي الأول اللي حاصل على هذا الترخيص كسفير رياضي دولي وكمدير رياضي دولي. زين، أنت حاليا مقيم وين كابتن؟ بالنرويج؟ ماني جنسيتي نرويجية بس مقيم بين إسبانيا وبين النرويج. زين، كلش حلو، تمام. طبعا كابتن نسيم لو يظل يحكي لنا ساعتين ما يكمل، لأن هو سيرته ما شاء الله. كابتن نسيم أنت ايش قد عمرك؟ حلو هذا السؤال. أنا والله أنت 42 سنة. استعانت، ما شاء الله عليك، الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الله يسلمك. بشرفكم شباب، يعني مو انا مبين بقد ابوه. هذا متألق معناه كابتن. هذا الله يسلمك الله يسلمك، هذا معناه انه الله انت يعزك. تفكر هواي بالحب لذلك امشيدك. الله يعزك. شوفوا شباب، يعني الكابتن نسيم انا متابعه من زمان، تقريبا اكثر من 3 سنوات، وهواي هواي اتعلم من عنده، فهو حتى قال احنا ما بدنا نتواصل. صحيح ما كنت تواصل بيناتنا، بس بمجرد ما صارت الفرصة انا استثمرتها ودخلت له مباشرة، سألته قلت له كابتن نسيم اكو هواي شباب يدخلوا لي يردون يحققون احلامهم، شلون نقدر نساعدهم على تحقيق احلامهم؟ حكينا هواي حكي، فلذلك اليوم موضوعنا بالتحديد تسويق اللاعبين العراقيين الى اوروبا. اول ما حكيت مع كابتن نسيم قال لي تريد احكي لك بصراحه لو تريد اخدعك، قلت له لا طبعا تحكي له بصراحه. فحكى لي صراحه كلام كلش هواي، يعني من عنده اذاني المني ومن عنده افرحني، لانه اكو امل بالمستقبل انه نشتغل شيء صحيح لهالبلد هذا. باختصار شباب، انتو كلكم اليوم بالعراق او احنا كل احنا نرغب انه نشوف لاعبينا موجودين بأفضل الأندية في أوروبا، إلى متى نبقى نعاني بالدوري العراقي أو بالدوريات الخليجية اللي داير مدايرنا اللي هي تتطور، بس مو مثل ما إنه العراق يسعى إنه يكون لاعبين مثل اللاعبين اليابانيين، الكوريين، الإيرانيين موجودين بقوة في أوروبا ونحقق أحلامنا بالمستقبل، يصير عندنا منتخب قوي، يصير عندنا دوري قوي، أندية قوية، ويصير عندنا تاريخ نرفع بيه راسنا. كابتن نسيم، شلون نقدر أول شيء قبل كل شيء نفهم التسويق بمفهومه العام، يعني اللي ما عنده فكرة عن التسويق شلون نسوق، أو هذا عملية التسويق شلون تصير؟ شوف احنا نجي نتكلم عن اللاعب اولا هو نفسه، وبعدين نتكلم عن التسويق. هاي نصيحة من عندي لكل اللاعبين، اذا انت ما تقدر تستثمر انت بنفسك كلاعب من عمرك 10 سنين، من عمرك 14، شلون تستثمر؟ اوقات النوم، تغذية، وين تتمرن، شلون تتمرن، ويا من تتمرن، هذني لازم انت تحسب حسابهم. طبعا بوجود الانترنت واليوتيوب الكل يعرف اغلب نجوم العالم او اغلب المحترفين بالعالم شلون دا يتدربون. الاغلبيه النجوم او اللاعبين يتدربون مرتين باليوم، صباحي ومسائي. نعم فاذا انت ما عندك تمرين صباحي معناه انت اوتوماتيكلي فاقد كثير من ساعات العمل الرياضي او البناء الجسماني والذهني الرياضي. لذلك هاي اول نقطه اللي راح تعيقك من ان انت تحترف او يتم تسويقك. ثانيا لابد انه انت تكون ملتزم
مع فريق او مع اكاديميه، حتى على الاقل يكون عندك اثبات او تثبيت بما انت جالس تديره او تسويه او تعمل بيه كلاعب. ثالثا نعم لازم تعرف هل انت لاعب بدني او مهاري او ذهني، شنو انت؟ فهذه التفاصيل ايضا المفروض اللاعبين حتى لو كان عمره 12 13 ماكو اي مشكله، المفروض يبدون من وقت. لازم يعرف انه دول العالم حتى انت تتسوق للانديه خصوصا اوروبا، لازم يكون عندك ذكاء ذهني حاد جدا ومهاره ذهنيه اكثر ما هي بدنيه. الكل يعرف ان اللياقه البدنيه ممكن انه تسويها خلال اسبوعين ثلاثه شهر شهرين، صح؟ بدليل نعم انه أكيد غونزاليز اللي كان ويا المنتخب العراقي قدر انه يعيد لاعبين المنتخب العراقي باسبوع وباسبوعين، هذا اكبر دليل يعني. فما نريد أحسنت. نتناقش بموضوع اللياقه البدنيه بقدر ما نتكلم عن التطوير الذهني. لذلك احنا من اول الشخصيات اللي حاولنا نساعد اللاعبين العراقيين انه ينتقلون ويحترفون، نتكلم عن لاعبين مو لاعبين منتخبات، لاعبين يعني فرق درجة أولى أو دوري ممتاز أو شباب 16 18 سنة في إسبانيا أو في تركيا أو يعني باليونان وبقبرص، حاولنا يعني عدة محاولات. المهم نيجي نتكلم عن موضوع التسويق، عفنا هسه موضوع اللاعب وما يحتاجه نرجع وهذا له. اي الموضوع، تمام أي نرجع له لأنه محتاجين كل شوية لهذا الموضوع. نيجي على زين. موضوع التسويق، موضوع التسويق موضوع صعب جدا جدا جدا، وما اريد اقول مستحيل بس هو قريب جدا للمستحيل. لسبب انه الانديه بالعالم، انا شرحت لك هذا الموضوع، الانديه اي نعم بالعالم مثل مانشستر يونايتد اللي انا كنت بيه، توتنهام، تشيلسي، برايتون، ايفرتون، برشلونه، فالنسيا، ريال مدريد، حتى فرق الدرجه الثانيه مو فقط الدوري الممتاز، هذول كلهم عندهم كشافين معتمدين، وهذول الكشافين موجودين في افريقيا، في امريكا الجنوبيه، بالارجنتين، بالبرازيل، بتشيلي، بالمكسيك، هذول مقيمين الكشافين بهذيك الدول. لسبب اي حتى عندهم سي في كامل عن اي لاعب يشوفوه انه هذا موهوب. لذلك من احنا نشوف جابوا لاعب عمره 18 سنه او 17 سنه من افريقيا او من جنوب امريكا ونتفاجئ انه هذا وين لقوه وليش هيك سعره 10 مليون، هذا صار له اقل شيء 10 سنين هم عندهم داتا بيس كامله عنه، نعم عندهم بياناته كاملة تفاصيل تابعي. بيانات كامله عنه نعم خلال 10 سنين. لذلك اكو تسويق، اكو تسويق اللاعب الارجنتيني، اكو تسويق الافريقي، اكو تسويق. ولكن نجي على العراق، العراق ليش انا أحسنت. اقول شبه مستحيل؟ ليش اقول شبه مستحيل؟ لانه هذه الانديه ما مستعده تضيع وقت وتضيع مال وتقول لك انا اجي اخذ لاعب حتى لو كان لاعب منتخب، حتى اكون وياك صريح، صارت عندنا احنا تجارب مع لاعبين المنتخب العراقي، ما حد يقدر أكيد. ينكر هذا الشيء، تواجدوا وانت والجمهور والمتابعين يعرفون ان لاعبين من وصلوا لاوروبا ليش رجعوا؟ رجعوا. نرجع على هاي النقطة الرئيسية، أولا إحنا ما عندنا مركز رئيسي بالعراق أو مراكز اللي هي تدون تفاصيل اللاعب من عمره 6 سنوات أو لنفرض من عمره 12 سنة أو 14 سنة، ما عندنا. إذا كل تفاصيل اللاعب هي بعيدة. اللاعب أي أحد يقول له إنه أنا أوديك بعقد أو راح يجيك عقد، هذا ما موجود. ليش؟ لأن النادي راح يقول لك أنا ممكن أستقبلك كاختبارات. خلينا نركز على هذه النقطة، فقط الاختبارات يا اختبار. أخوان اختبارات موجودة ومفتوحة، إلها وقت وإلها تواريخ وإلها كذا. فترة الاختبارات، العفو، اي اني نكمل من هذه النقطه، بس اريد اقول شيء. شباب ركزوا لي شويه بالمقابله رجاء. انا بتشوفوني ساكت لان هذا الكلام جدا مهم. احنا نريد نتعلم معلومات ما راح تسمعها لا بقناه رياضيه ولا باي مكان. اليوم انا حاب اسمعكم اياها. هوايه يسالون كل شوي شلون نوصل نحقق حلمنا ونلعب في اوروبا ونصير لاعبين محترفين. فاحنا اليوم جاي نواجهكم بالحقيقه، عندكم امل، احنا بدنا نحكي بس اصبروا لنا عليه شوي، مو نريد نحبطكم، اريد نوضح لكم كل شيء.
واحدة واحدة، أريد نخلي إيدنا على الجرح، نعرف ليش هيك هذا دا يصير، ليش إحنا ما نقدر نحقق أحلامنا بسهولة بصعوبة إلى درجة نتصل من المستحيل. لأنه هسه حتى الآن الكابتن دا يحكي عن أهمية بيانات اللاعب. بالعراق ما عندنا بيانات واضحة للاعبين خاصة صغار. سمعتوا ايش قد قال؟ 6 سنوات. كمل كابتن. نجي هنا إلى نقطة مهمة جدا، إنه الاختبارات شنو أهميتها، وليش هذه الأندية بدول العالم يرحبون بالاختبارات؟ يقول لك على ولا عسى إنه أني من خلال أختبر 100 لاعب، أني مسؤول عن كلامي 100 لاعب، يطلع لي لاعب واحد موهوب ذهنيا، لأنه دول العالم كلها تبحث عن اللاعب الموهوب ذهنيا. كابتن بس الموهوب الذهني نوقف شوي عند هاي النقطة. أنت قلت إنه اللاعب العراقي لاعب حركي وليس لاعب ذهني. استرسل لي بها هاي شوية فدوى، وضح لنا إياها. هذا الموضوع طبعا إلى أبعاد، لأنه الطفل أو الشاب أو المراهق أول ما يبلش يعني بكرة القدم مو بيده، أهله أو عمه وأبوه وأخوه وابن عمه أو المدرب مالته يطلب من عنده إنه يلعب تف، إحنا نسميه بدني، يقول له تعارك، يقول له أضرب، يقول له فوت، يقول له شوت، فينطيه بس هذه نقاط القوة إنه يلعب بدنيا وبقوة. حتى مستحيل وهو أن صغير نسوق تدريباته تكون بدنية أكثر شيء. بدنية أكثر شيء. فهذا الموضوع أنا للأمانة ما ألوم اللاعبين، ما ألوم اللاعبين، كلهم أولادنا، كلهم إخواننا، وكلهم حبايبنا. بس هو المشكلة إنه هاي الفترة الأخيرة، خلينا نقول آخر 10 سنوات، ليش صار عندنا هبوط بالعراق؟ ما عندنا مواهب. المشكلة إنه الموهوب الذهني قام ما حد يستقبله، أو ما حد يعرف شلون يتعامل وياه. ليش؟ لأنه دا يجيب الباقي والكل دا يلعبون بقوة. ليش؟ لأنه الكل يريد من عنده يبرز عضلاته أو يبرز قوته البدنية حتى المدربين ياخذوه. فهذا أني مو من شخص وشخصين وثلاثة وأربعة، يعني يمكن 100 شخص في العراق قال لي هذا الموضوع، وأني أيضا تواجدت في أغلب المناطق الشعبية وغير الشعبية في العراق وشفتها بعين، شفت انت المدرب موجود شو يطلب بالناصرية من اللاعبين. بغداد وكلها هاي انت تعرفها أنا معاشرة. تواجدت في بغداد بأغلب المناطق اللي موجودة ببغداد، بالنجف، بكربلة، بالناصرية، بالبصرة، بسليمانية، بالأنبار، رحنا لكل المناطق. نعم فهنا أكو مصيبة. المصيبة وهي إنه هذا اللاعب الموهوب هذا راح يترك كرة القدم مبكرا. ولما سألت قالوا نعم بالفعل اكو هواي لاعبين تركوا. ليش؟ لان هذا الموهوب يراد له اجواء، او يراد له مدرب، او يراد له اهل، او يراد له زملاء يساعدوه. بالضبط مثل ميسي. ميسي بداية طريقه كلاعب من هو كان صغير حصل على يعني مساعدة قوية جدا من خلال زملائه والنادي، حتى قدروا يوصلوا لهاي المرحلة اللي هو بيه. نفس الشيء كريستيانو رونالدو وغيره وغيره وغيره. ليش؟ لأن هذه الدول أول ما يشوفون اللاعب هو موهوب ذهنيا مهاريا يتم التعامل وياه بطريقة مغايرة جدا، عكس مثلا بالعراق، أو نجي أيضا مو فقط بالعراق، في أفريقيا صعب تلقي لاعب أفريقي موهوب ذهنيا، تلقاه هو لاعب ذهني بس مو موهوب. أكو فرق، اللاعبين بس لفارقة زين بدني. كابتن، نعم، وضح لنا شنو تقصد لاعب ذهني. وضح لنا ليش الشباب لاعب ما ذهني يعرفوا، هذا اغلبهم اللي ما يعرفوا. يتحرك، اللاعب الذهني هذا اللي يتحرك بدون كرة. اللاعب الذهني اللي يتحرك يفتح مجال، يفتح مساحات، يخترق بدون كرة، بدون ما تكون عنده كرة. هذا اللاعب الذهني. ويلي كابتن، اي لذلك سر نجاح أغلب المنتخبات والفرق هو التنقل او الانتقال بدون كره. هنا أنا راح نجي، اغلبيه اللاعبين اللي يتم شرائهم بمبالغ عاليه جدا هو اللي يتحرك بدون كره، هذا اللي يسموه ذهني. نجي على الموهوب الذهني، الموهوب الذهني اللي هو عندنا امثله مثل تشافي ونيستا، اللي هو يتحرك بدون كره ويتحرك مع نعم الكره ويعرف شلون ينطي الباصات او شلون يهدف. اي هذا قلت يشوف 3D كابتن.
أوروبا تبحث عن الموهوب الذهني. اللاعب الذهني والنوادر الموهوب الذهني، نجي على هذا. يعني النوادر هو اللاعب الموهوب، هو من يقول لك موهوب هم يباعون على رجليه، آسف، ويقول لك موهوب، بس هو يعني موهوب ذهنيا. كابتن، انت حاليا شنو شغلك ويا منتخب الاولمبي العمان؟ شوف، احنا يعني تواجدت اني حتى اساعدهم بموضوع في مرحلة تطويرية، يعني حتى ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة. وللأمانة هم ناس يعني كلش مؤدبين وطيبين، ويحبون يتطورون ويحبون يتعلمون. فكان الموضوع يخص، كانوا محتاجين شخص ينطيهم شوية يعني تكنيك جديد بعملهم، وطريقة إدارة الفريق، وشرح بعض التفاصيل للاعبين، وخلق هذا الدمج بين المدرب والمساعد وبين اللاعبين. لأن المدرب عندهم كان كرواتي أوروبي، وهم يعني تعرف موضوع اللغة يلعب دور، مواضيع كثيرة، شنو اللي يريده من عندهم المدرب. فالمدرب كان سعيد جدا، المدير المنتخب كان سعيد، رئيس الاتحاد كان سعيد بالشيء اللي أنا نطيتهم إياه. لذلك كان أداهم يعني تغير من حال إلى حال. يعني فهو موضوع كان، خلينا نقول، باكيج في جزئية معينة ساعدناهم به في مجال تطوير، وأيضا في مشروع يعني قادم للأمام، إنه إحنا ناخذ من عندهم مدربين، ناخذ من عندهم لاعبين، إذا ندخلهم كورسات تطويرية في إسبانيا ومعايشات ويرجعون إلى عمان. خير ان شاء الله. شباب، اليوم موضوعنا للي حضر تو ما كان موجود ويانا، يعني قبل شويه احنا فتحنا يعني بث وحكينا، البث حفظته الان موجود على صفحتي، وان شاء الله هذه المقابله كلها راح ادونها وارجع ارتبها من جديد وتنزل ان شاء الله على اليوتيوب على الفيسبوك. حضر تو ما كان موجود ويانا، يعني قبل شويه احنا فتحنا يعني بث تشوفون وحكينا، كابتن البث نسيم حفظته فموجوده موجود على الان على صفحتي، صفحتي، واللي وان شاء يحب الله هذا يدخل يشوفها المقابله. حياه الله. نتكلم احنا هدف هذه الحلقة انه نوصل فكرة شاملة عن موضوع تسويق اللاعبين العراقيين تحديدا الى اوروبا، لانه هذا موضوع هوايده يثار بالساحة، هواي نشوف وكلاء اعمال لاعبين كذا انه يصورون او شلون نقول يروجون لانفسهم انهم مدى ياخذون لاعبين الى اوروبا كذا، وهذه اغلبها يعني اغلبها ممكن انه نضحها او خليها بخانة الكذب أو إيهام الناس. فإحنا جايين نريد نعطي صورة كاملة للمجتمع الرياضي بالعراق إنه شلون توصلون إلى أوروبا، أو ليش ما عندنا لاعبين جاي يوصلون إلى أوروبا، السبب شنو؟ فننطيكم إياها شلون أقول لك على بلاطة بدون لف ودوران. وأنا معاي المدير الدولي الرياضي الكابتن نسيم، اللي حكينا انا وياه هواي بهذا الموضوع اليوم صباحا، وقال لي هواي اشياء ان شاء الله اليوم راح نحكي بيها. وانا اعرف منو اسال. الكابتن نسيم انا هو تقريبا اشوفه الوحيد بالساحه يشتغل كعراقي بهذا المجال ومبدع بيه، دخل الى كل الانديه باوروبا، فعاشر وشاف وسمع ويعرف دقائق واسرار هذا العمل. وصلنا كابتن الى الموهوب الذهني، وانت قلت لي انه اكو فرق بين الموهوب الذهني والموهوب الحركي، واوروبا تبحث عن الموهوب الذهني وخاصه المتميز. الموهوب الحركي ابو الغيره اللي عنده روح قتاليه هذا يهم يردو، بس اهم شيء عندهم هذا يشتغل. مو باو، احنا خلينا نجي ناخذ مثال بسيط. اللاعبين الافارقه، اللاعب الافريقي بدنيا قوي جدا، اقوى اللاعبين اللي موجودين في دول العالم كلهم هو اللاعب الافريقي، هاي معروفه. هم شنو اللي سووه؟ هاي الانديه اللي في بريطانيا، المانيا، ايطاليا، اسبانيا، شنو اللي سووا؟ اللي سووا دزوا هذول الكشافين والمطورين وياهم إلى أفريقيا، ضافوا للاعب البدن الأفريقي مهارات ذهنية، تطوير ذهني، حتى يقدر هذا اللاعب
قوة بدنه أو جسمه ينطي إيقاع جميل جدا، مثل اللي اللاعبين عندنا أمثلة هواية فارقة موجودين في أوروبا مثلهم، خصوصا الأجيال الأخيرة لآخر 15 سنة يختلفون عن اللاعبين اللي قبل 20 أو 30 سنة لا فارقة. وهذا هاي تقارير يعني مو من عندي أنا جايبها، هم والتقارير ليش كتبوها وليش وجدوا انه هذول اخر 15 سنه اللاعب الافريقي تطور ذهنيا بسبب وجود هذول الكشافين والمطورين من هاي الانديه في دولهم في افريقيا يعني او في امريكا الجنوبيه. لذلك نيجي احنا على اللاعب اللي موجود في العراق، اللاعب اللي موجود بالعراق، نعم الغيره مطلوبه، القوه البدنيه مطلوبه، بس يا ناس يا أخوان يا أهل الاختصاص، ترى بدون الذهن ما يسوى شيء اللاعب، لأنه يتعب جسمك يتعب. زائدا أنه خلينا نعترف، مو عيب أنه إحنا نعترف، طبعا أنا دائما أي أحد أحكي وياه أقول له الله يخليك شيل موضوع العيب، اعترف قول نعم أنا ينقصني مثلا كذا، أنا ينقصني كذا، حتى تقدر تشتغل على هذا الأساس، صح ولا أنا غلطان؟ يعني مو عيب اللاعب يجي يقول والله اني اتمرن بس ساعتين او ثلاثه، او اكو لاعب يقول لك انا العب من الخمسه العصر للعشره بالليل يوميا. اوكي اذا هذا الموضوع سلبي مو ايجابي. انت اذا تلعب في ملعب كره قدم خماسي، او هي هاي هم مشكله اللي انتشرت الملاعب الخماسيه، بس هو هذا مو موضوعنا، لانه الملاعب الخماسيه برشلونه يستخدموها لتطوير مهاره اللاعبين في المناطق الضيقه. فأنا هم صحيح. عكس الناس اللي يقول لك الخماسي مشكلة، لا الخماسي مو مشكلة، لأنه أغلب الأندية تستعين بهاي الملاعب الصغيرة حتى تطور مهارة اللاعب لاعب لوحده أو كمجموعة. لذلك اي التيك بس تاك مو تكون هي مانجر يعني مو تعتمد أساس، عليها بشكل مو مو أساس. اساسي. نعم. لذلك أول شيء خلينا نخلي نقطة ونبدأ منها، يعني إخوان اللاعبين وأهلهم وإخوانهم والمدربين، خلينا نحط نقطة ونقول ليش هاي الدول سبقتنا. وللأمانة يعني ضياء عزيزي، للأمانة ترى هواي يعني من الرياضيين بالعراق يزعلون علي من صراحتي، لأنه أقول أنه إحنا متخلفين أو متأخرين عن دول العالم سنين ضوئية، فيزعل. لا هي حقيقة يعني، أنت كابتن فريق من خلي يزعلون لا ما لا ما هي لازم نتكلم بحقيقة أخي، هي شنو لطالما اعترفوا رسميا ذاك اليوم كابتن، ذاك اليوم كابتن رزاق في احدى المقابلات، رزاق فرحان قال نعم احنا نجي خلال اسبوعين ثلاثة نعلم اللاعبين على تكتيك معين على الشغل، يعني نتعب عليهم يجي للملعب ما يطبق. زين انا اربط هذا بكلامك لما قلت لي انه بالعراق اليوم الموهبه مفقوده، انا شو تصورت؟ تصورت انت تحكي اللاعب يراوغ يسدد يصعد راسيه، لا انت تحكي بغير عالم، انت تتكلم عن لاعب يهندس يشتغل بذهنه، مو شرط تكون الكره تحت رجله. شوف راح اجيب لك مثال محمد قاسم شلون ابدع في مباراة وشلناه من المنتخب ورجعناه بعدين للمنتخب. هنا هاي النقطة خسر هو علميا مباريات تطويرية له. انت تعرف اللاعب خصوصا اذا نقول عليه موهوب، من تمنعه من المشاركة بالمنتخب مباراة اثنين ثلاثة أربعة، هذا دمرته رجعته للصفر، بدليل انه حاول يسجل بالمباريات الأخيرة وما قدر يسجل، بينما هو بالمباريات اللي أبدع بها سجل وكان لاعب مميز جدا. إذا هاي النقطة هم هي رئيسية جدا، إذا كانت بالفرق الشعبية أو بالأندية أو بالأكاديميات، إحنا ما عندنا ثقافة صنع اللاعب، لا حد يزعل، هاي حقيقة. كيف نصنع اللاعب وكيف نوصله لساعات رياضية أو لمباريات عالية جدا حتى يقدر يعبر مرحلة، هذه ما موجودة. إذا الموضوع موضوع شامل، وما يعني أتمنى أنه من إخواننا، وأرجع وأقول يعني أحبابنا وأولادنا اللاعبين، أنه ما يتوقعون أنه إحنا جالسين نتكلم الآن أمور سلبية، لا إحنا دا نوضح فقط ودا نشرح ودا أحسنت. نبسط، أي. حتى اللاعب من يبدأ هو بنفسه يلعب ذهني
يقدر يفرض نفسه اذا مو اليوم باكر عقبه ويا اغلب المدربين او يا اغلب اصحابين الشان. لابد انه يطلع لنا واحد اثنين ثلاثه، بس لازم اللاعب يبدي بنفسه. اولا خلي يعترفون اللاعبين، 99% من اللاعبين اللي موجودين بالعراق حتى العمر 10 سنين يسهر للساعه 2 و3 و4، وما حد يقدر ينكر هذا الموضوع. اي صحيح. صح؟ هذا شو كنت تكتشفه؟ من تنطيه اشياء اضافيه بالتمرين، او من تجي تشاركه بطوله، او من تجي او من تجي، كلها تظهر. ليش؟ لان انت سنه ورا سنه ايش قد راح تخسر ساعات؟ ترى هو بناء. هسه كريستيانو رونالدو بهذا عمره من دا ينطي، واصغر من عنده لاعبين بالدول العربيه، ما نريد نقول بس العراق، ما دا يقدرون يأدون مثل ما دا يأدي كريستيانو رونالدو لسبب واحد فقط: ساعات النوم عند كريستيانو رونالدو والتغذيه والتمرين.